يا درش نسي قوي يعني نسيل وقوفة جنب يا درش كالعادة يعني الإخوات لبعضها يا درش كانوا سند لبعض في الدنيا أو للأسف فرق الموت حسين فهمي وشقيقه الأصغر مصطفى فهمي. النهاردة حلقتنا هتكون مخصصة للحظات الأخيرة في حياة دنجوان الدراما الفنان مصطفى فهمي. هيكون معنا شاهد عيان جار الفنان مصطفى فهمي هيحكي لنا عن لحظاته الأخيرة ومن وقت ما تعب الفنان مصطفى فهمي إيه اللي حصل معاه لغاية ما توفى وعملوا إيه معاه الدكاترة في لحظاته الأخيرة وكمان الفنان حسين فهمي يا ترى كان فين وقتها وآخر مرة شاف فيها مصطفى فهمي إيه اللي حصل. هنشوف كمان جاره من سنين طويلة وهنشوف بيت الفنان مصطفى فهمي تابعوا معايا. الله هو أنا جاره هو الأستاذ مصطفى كان عايش حياته طبيعية جدا يعني مفيش أي حاجة بس من فترة كده تعب جاله زي صداع كده في راسه وراح لدكتور قال له هنعمل شويه فحوصات وكان عايش هو القدم وجه دي فافتكر فورا ان الكاميرا مان مصطفى فهمي شقيق الفنان حسين الموضوع فهمي. يعني بيجي شاف من ورا الكاميرا وتبين ان عنده ورم في فضلي بقى اللي هنا في مصر خلي الليله في الناس دي ده الدوله اللي في جيبي عملها طبعا اللي في جيبه معايا يعني عادي عاش محدش فينا يعرف معاه ايه ولا عليه بس بعد كده ابتدى يتعب اكتر وراح لدكتور كتاب مع دكتور فالحاله ابتدى تتدهور يعني تحجز في مستشفى خد له ما يقارب الاسبوعين بعد كده هو تقريبا كان عامل مشكله انه عايز يرجع ما كانش حاب المستشفى لان هو الاستاذ مصطفى من نوعيه اللي بيحب يعني بيحب ايش حياته مش بيحب الكتمه فجي الشقه فوق تعب أكتر بقى لما خرج تقريبا يوم الأحد السبت تقريبا وتوفى الأربع بالليل الساعة 11 ونص بالضبط فطبعا هم طلبوا الإسعاف والإسعاف جات هم هو اللي كان موجود عنده المرافقين الموجود معه يعني مع مرافق اللي هو ممرض فتقريبا قال ان هو خلاص توفى يعني فجابوا طلبوا المستشفى جابت الاسعاف الدكتور طلع فوق قال ان هو خلاص يعني الله يرحمه توفى فبالضبط كانت الساعه 11 ونص يعني توفى قبل ما الاسعاف تيجي هو كان خلاص بيحتضر في اللحظه اللي الاسعاف وصل فيها فلغايه ما الدكتور بص عليه وشافه خلاص كان منتهي يعني حاول طبعا يدوا له ابر يعني يقولوا حاجات كده بس يضغطوا له عملوا زي الضغط كده على قلبه لكن خلاص كان ربنا راد ان هي تكون دي اللحظه الاخيره يعني. انت متواجد من امتى يعني جاره من امتى وقول لي برده كان بيتعامل ازاي يعني دايما الناس كانت بتقول ان هو ما شاء الله كانت الله يرحمه كانت سيرته طيبه جدا جدا لا جدا استاذ مصطفى فهمي من الناس اللي كانت في قمه الادب والاخلاق والاحترام والتواضع والانسانيه لا كان شخصية بصراحة يعني ناس حزنت عليه من جدا يعني في ناس إذا كانت حزنت من مجرد أن هي سمعت الخبر فمالك اللي هو عاش معه وشافه وتكلم معه وكذا فلا كان إنسان بمعنى الكلمة بصراحة. أنت جاره من أمتى بالضبط؟ قولي من 17 سنة أو 18 سنة يعني. كان بيقول لك إيه يعني بيقابلك؟ كان صاحبي ده كان صاحبي فعلا نتكلم على الواتساب لما ينزل اعلان يبعث لي الاعلان قبل ما ينزل على التلفزيون عمل مسلسل يبعث لي يعني كده حركه يعني كان يصور طبعا هو ما حد بيصور معه كده على التليفون كان يبعث لا كان جدا في قمه الادب والتواضع والاخلاق بصراحه كان انسان رائع جدا جدا والله. الفنان القدير حسين فهمي يعني كان متواجد ساعد كان متواجد باستمرار معه الأستاذ حسين كان متواجد تقريبا في نفس اليوم اللي توفى فيه كان الساعة 5 كده بالضبط الساعة 5 كان متواجد بعد كده مشي وبعد 5-6 ساعات كان الأستاذ مصطفى توفى كان متواجد يعني أسمع أني كان أقول لك مسافر لا هو كان متواجد معه باستمرار يعني كل يوم كان يجيله آخر 3 أيام كان كل يوم يجيله يعني هو زاره وقبل وفاته بساعات قبل وفاته بساعات في نفس اليوم كان شفته أنا وبعد كده طبعا كان من بالليل هنا جاي بعد الخبر
على الساعة 1 كان هنا في عند أخوه. بعد كده أمي كلهم العيلة كلها جات على الساعة 12 كان كل العيلة موجودة. لأنه برضه قبل ما يتوفى بنص ساعة طبعا كانت مشوا يعني اللي هم القرايب مشوا. بنته وابنه كان مسافر طبعا لما سمع الخبر جه الصبح. الخبر طبعا بالليل كلموه كان الصبح هنا موجود. البقاء لله وربنا. فنانة كلمة للأسرة يا فندم، كلمة تعزية للأسرة. صح كلمة تعزية. ربنا يرحم ولادنا وإنسانه وأحسن اللجوم اللي الواحد فعلا معه. اشتغلت حضرتك معاه؟ كتير. شكرا شكرا شكرا. دلوقتي مع بعض هنشوف لقطات عفوية من العزاء. الفنان حسين فهمي كان بيحضن كل الفنانات والنجمات اللي راحوا عزوه في أخوه، ولكن لما قابل بقى لقاء سويدان طريقته كان الوضع مختلف. سلم عليها بدون أي اهتمام وكان سلام سريع، هل بقى لأنه متجوز دلوقتي ودي كانت طريقته؟ ولا هنا الخلافات اللي كانت بينهم قبل كده ليها أثر؟ على العموم هنا الجمهور قال على اللقاء إن هي أصيلة علشان راحت وعزت. والله مش قصدي على حضرتك اكيد يعني. طب نخش يا جماعه جوه شويه. جنازة الفنان مصطفى فهمي شهدت حضور عدد كبير جدا من المشاهير، نجوم الفن والإعلام والسياسة، كلهم كانوا متجمعين في الجنازة اللي كانت في جامع عمر مكرم. حضر علاء مبارك وجمال مبارك ومحمد رياض والفنان أحمد عبد العزيز وعمرو موسى والفنانة وفاء صادق، وزي ما احنا شايفين كمان معايا هنا في الفيديو، والفنان إدوارد، وكمان الفنانة هنادي مهنا ووالدة الموسيقار هاني مهنا، وداليا البحيري هنا ظهرت معانا، وعمرو الليثي. والحقيقه العزاء كان عدد كبير جدا جدا من نجوم الفن بشكل زي ما انتم شايفين معانا. ظهرت معانا كمان عبير صبري. الحقيقه العزاء ضم كل نجوم الفن والمشاهير. وشهد كمان العزاء صلح الفنان حسين فهمي والفنان محمود قبيل واللي استمر لسنوات في المحاكم. وظهرت معانا الفنانة رانيا فريد شوقي والفنانة شهيرة وماجدة زكي وغيرهم كتير، وزي ما احنا شايفين كل نجوم الفن عزوا في الفنان مصطفى فهمي. وظهرت معانا من شوية الفنانة لبلبة. وظهرت هنا معانا الفنانة يسرى وبتربطها طبعا زي ما كلنا عارفين صداقة قوية بالفنان حسين فهمي. كمان الفنانة ميرفت أمين حضرت العزاء، وهنا عمرو موسى ظهر معانا طبعا في الفيديو. هيظهر معانا هنا دلوقتي الفنان محمود قبيل. والعزاء زي ما قلت لكم شهد طبعا انتهاء فترة الخلاف اللي كانت ما بين الفنان حسين فهمي والفنان محمود قبيل. والحقيقة هنا أنا عايزة ألقي الضوء على صفة حلوة جدا في المصريين، ساعة حدوث الوفاة الناس بتنسى الزعل اللي ما بينها وعلى طول بيجروا على بعض علشان يقدموا واجب العزاء. الحقيقة صفة كويسة جدا بحيي كل المصريين وكل اخواتنا عليها. ربنا يرحم يا رب الفنان مصطفى فهمي. هننهي حلقتنا دلوقتي. النهاردة شفنا من خلال الحلقة بيت الفنان مصطفى فهمي عن قرب، وسمعنا احد شهود العيان واللي عصره اخر لحظات الفنان مصطفى فهمي في الحياة، احد جيرانه. بشكركم جدا جدا لحسن الاستماع للحلقة، واشوفكم على خير ان شاء الله الحلقة اللي جاية. الواحد فينا يفضل عمره كله يجري ويشقى ويتعب ويجي في لحظة هوب يسيب ده كله ويطلع فوق، ده بعد عمر طويل طبعا. احنا كلنا كنا متأكدين من كده. قلت يعني عشان يوم ما اموت انا مستريح.